للمزيد حول الأزمة المالية التي يعيشها العراق والسياسة التي تتبعها الحكومة لسد العجز المالي الحاصل من انخفاض أسعار النفط، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور خضير كاظم حمود. دكتور خضير، بداية مرحبا بكم. أزمة الرواتب لا زالت قائمة رغم الوعود التي أطلقتها الحكومة، إلى أي مدى ترى أن الحلول التي تتحدث عنها الحكومة يمكن أن تحل الأزمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حالة العراق لم تعد خافية على أحد، حالة اقتصادية متردية تقاد من قيادة سياسية جاهلة غير راغبة بإنقاذ العراق من هذا الضياع الذي يعانيه الشعب العراقي. وهذا بالحقيقة الحالة التي امتابت القطر العراقي منذ 2003 ولحد اليوم. لا زالت القيادات الفاسدة هي التي تقود الدولة، ولذلك الشعب يرزق تحت ظل البطالة والفقر والضياع وعدم توفر الخدمات، ثم الهدر الكبير بالأموال التي وردت نتيجة بيع النفط خلال فترة ارتفاع أسعاره، والآن نتيجة الانخفاض بدأت المشكلات تظهر للعيان بشكل واضح. وهم أيضا سواء الحكومة أو البرلمان أو الأجهزة الأخرى العاملة في الحكومة، جميعها يدركون أن السبب الرئيس الذي قاد العراق إلى هذا المنزلق الكبير جاء نتيجة الهدر والضياع بالأموال العراقية المتأتية سواء من النفط أو من الجوانب غير النفطية التي ذهبت إلى جيوب الميليشيات والكتل والأحزاب السياسية المتنفذة في العراق. ثم إنهم لا يستطيعون أن يحققوا أي إمكانية مالية للعراق ما لم يعيدوا النظر بالأموال التي يتقاضاها سواء الرئاسات الثلاث أو المستشارين أو أصحاب الدرجات العليا، لأنهم يحصلون على مبالغ خيالية سواء برواتبهم أو بالامتيازات التي يحصلون عليها. طيب دكتور خضير، يعني المستشار المالي للحكومة يؤكد طبعا سحب مليار دولار من أموال اتفاقية الصين لتسديد الرواتب، ما مدى الأثر الاقتصادي لهذا الإجراء؟ تأكيد هذا المليار حينما أعد إلى مسألة الاتفاقية مع الصين سيسحب تارة أخرى حينما يتم الدفع إلى الصين من البنك المركزي، وبالتالي يرهق العراق في الأموال التي تؤخذ منه. إلى أي مدى ترى أن سحب المخزون أو السحب من المخزون المالي هو حل الأزمة؟ يعني ممكن أن يعالج هذا العرض مع الإبقاء على المرض؟ هذا بالتأكيد إجراء غير منطقي، لأنه سيقود إلى ضعف القوة الشرائية للدينار العراقي. حينما يضعف، حينما لا تتوفر في البنك المركزي تغطية بمقدار 52 مليار دولار كقوة نقدية يمتلكها العراق لمواجهة الاحتمالات المختلفة، فسينهار الدينار العراقي وبالتالي سيصبح عرضة إلى تدمير القدر الشرائية للأفراد العاملين في كل أجهزة الدولة، إضافة لما يعانيه الآن العراقيون من تردي واضح في حياتهم الاقتصادية. يعني هل هذه الخطوة وهذا الإجراء انسحب مليار من اتفاقية مع الصين ربما هل سيرهق العراق بشروط جزائية لها تبعات اقتصادية وديون مستقبلية أيضا؟ لا، إذا وفر هذا المبلغ إلى الصين قبل الدفع ممكن أن يوفر
بسهولة من احتياط البنك المركزي الذي هو 81 مليار دولار. نعم. طبعا الحكومة تتحدث أيضا منذ فترة عن تخفيض الرواتب، يعني هل هذا الإجراء ربما يحل الأزمة أيضا أو يقلل من شدتها؟ لا، هذا في الحقيقة التخفيض الجاري فقط على الامتيازات. شوف، لاحظ وين الثقل الكبير بالأموال المهدورة في العراق تذهب إلى جيوب ما يلي الرئاسات الثلاث، ثم رفحة والسجناء السياسيين، الخدمة الجهادية، ازدواجية الأموال التي تدفع إلى الأفراد، بحيث وصلت في بعض الأحيان ومن خلال الشاشات الفضائية أن أحدهم يستلم 58 راتب والبعض 16 راتب والآخر 19 و20 وإلى آخره. هذه الازدواجية في الرواتب المهدورة، زائدا الفضائيين الذين يحصلون على رواتب فقط اسما ولكنها تذهب إلى الميليشيات أو الكتل والأحزاب السياسية المتنفذة في قيادة العراق، هذه هنا المشكلة الرئيسية. إذا حسمت رواتب هؤلاء ب 75%، أعطوا بحدود 25% من راتبهم زائد الامتيازات، سيحصل توازن وبالتالي تغطى الأزمة المالية والنقدية في العراق، لأن هذه الأموال كلها ذاهبة إلى جيوب هؤلاء الفاسدين والمتنفذين في إدارة العراق. أما بقية الشعب وهو الذي يحصل على 500 ألف ومليون ومليون ونصف، هذا بالكاد يحقق المستلزمات الضرورية لحياته، فيجب أن لا يدخلون في معترك تخفيض رواتب هؤلاء الأفراد. يعني مليون فأقل يفترض أن لا يقتربون لهؤلاء، وإنما لمن يستلم 11 مليون زائد مخصصات وحماية ثم مخصصات أخرى إلى آخره، بحيث يصل كل منهم إلى استلام أكثر من 40 أو 30 مليون دولار. أرقام ضخمة يتغاضاها المسؤولون السياسيون كرواتب، وهذا أمر فعلا عجيب وغريب. هل نحن بصدد أزمة سيولة بعد هذه الإجراءات التي يصفها الخبراء بالكارثية؟ طبعا هناك من يتحدث عن أزمة سيولة عالمية بسبب جائحة كورونا، والآن نتحدث أيضا عن أزمة سيولة داخل العراق، كيف تنظر إلى هذه الأزمة؟ الحقيقة ماكو أزمة نقدية في العالم، العالم كله مستقر بقيادات إدارية وحكومية تنبع من احترام سيادة واستقرار بلدانهم، ولذلك لا توجد أي معضلة في أي من الدول الخارجية. لكن العراق باعتباره يقاد من قوى لا تمتلك الانتماء العضوي والروحي إلى بلدهم، وإنما مرتبطين بقوى خارجية وينفذون أجندات إيرانية أو أميركية أو إسرائيلية، فهؤلاء بالتأكيد سيدمرون قدرة العراق الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي إنهاء كل إمكاناته، إلا إذا استمر الشعب بانتفاضته العارمة لإسقاط هذه الفئة أو الحكومة السياسية المتخلفة في إدارة حكم العراق. شكرا جزيلا لك دكتور خضير كاظم حمود من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.